شاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، حنا كنتواجدوا بسوق اسبوعي اللي هو حد السوالم. كما وعدناكم كل اسبوع كنمشيو للسوق اسبوعي باش نعرفوا الاسم ديالو. اليوم غنعرفوا علاش سماو حد السوالم. الا بغيتوا تعرفوا انتم علاش سماو حد السوالم اجيو معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شريف بخير؟ بخير الحمد لله استاذ. السوق راه مزور اليوم. واه تبارك الله، هذه طبيعه مغربيه. وبغينا نعرفوا علاش سماو واحد السوالم. على سماو واحد السوالم، هذه قبيله ديال السوالم خارجه من ولاد حريز، كتسمى الشماليه، ولاد حريز الشماليه. ولاد حريز الشماليه. الشماليه على شط البحر. على شط البحر، يعني هذا الشيء علاش سماو واحد السوالم. على سماو سوالم، اه قليبه سوالم، سالميه. سالميه. كيقولوا المراه سالميه قبيله ديال السوالم. ولاد حريز الشماليه هذه. ما عرفتش شكون اللي اسس السوق؟ التاسيس ما عندناش عليه الكاميلات، يعني القبيله هما مالين السوق. يعني القبيله مولي السوق. القبيله هما مأسسين السوق. تحياتي. عليكم السلام. سي عبد الله بخير؟ بخير. انا عتونا شي ناس قال لي تا ولد السوالم قح. اه ولد السوالم هذا. وعلاش سموا واحد السوالم؟ هو في السوالم هو. الارض ديال السوالم كامله سموا على الارض. يعني على البلاد، على البلاد. على البلاد، قبيلة هذه، قبيلة ديال السوالم. اه قبيلة، قبيلة. والسوق الأول فين كان؟ في القيادة الأولى، في هذه القيادة. حدا القيادة. اه هي القيادة. هذا باش حولوه. هذا باش حولوه. وشكون اللي أسس هذا السوق هذا ديال حد السوالم في نظر؟ الجماعة. الجماعة هي اللي أسست. اه هي الأهم. هي اللي ما أسسوا حتى شي واحد، شي راجل ولا شي. لا لا، الجماعة هي اللي مكلفة بهذاك الشيء. يعني الجماعة ديال السوالم هي اللي أسست السوق. هي اللي أسست السوق. تحياتي وشكرا على المعلومات. الله يحفظك. شريف قالوا لي أنت سالمي قح. سالمي حقيقي على بويا وجدي. وعلاش سموا واحد السوالم؟ حد السوالم عنده ظهير. كانوا فيه الشرفة. كانت النية وكانت البركة، حتى دابا ما بقاش بركة. ما بقات نية. ما بقى حتى حاجة، والو بقى الكذوب. كان السالمي لا قحقح في بنادم. سبحان الله العظيم، وكانت السالمية أم حليمة كتاكل شارجة سايكوك. ولا ما لقاش شارجة عامر تاكل في التراب. هذه سالمية هذه. سالمية وتاكل. طالبين تسليم. كانت الزميطة لا بال. خنشة ديال الزميطة حتى هذه خنشة ديال الشريحة ما تبانش. كان يديو يجيو للقزار يديو شكيلو ديال الشحمة ياكلوها قدام القزار. خضرة. خضرة ياكلوها. يا ربي السلامة. اه. وكانوا ناس كبار سلطات شياخ ومحددين. وشكون اللي أسس هذا السوق هذا؟ وأسسوا الشرفة من بكري أيام زمان من محمد الخامس. تأسس. تأسس هذا السوق، ماشي هذا السوق، كان سوق أخر. يعني هذا الثاني بدلوه. هذا الثاني، هذا قول ثالث سواق. ثالث سواق، فين كان الأول؟ كان قريب من مولاي تامي. سميتها الرومبا ديال مولاي التامي. نعم سيدي. والثاني فين كان؟ كان هنا لتحت حدا لابريكاد. حدا لابريكاد. اييه. وهذا دابا هذا هو الثالث حولوه هنا. سماه السوق مولاي التامي بمو السوق الحامي. ديما السوق ديالو حامي. كان الخير الحمد لله، وكان الحمى ب 70 ريال وب 60 ريال وب 80 ريال. ودازوا ناس. ايام زمان. زمان دابا ولاد الحرفه ديال الشكاره. مشاو الحريفيه الله يوالي برحمه الله. كان القزار اللي جا عندو الراجل يعطي كيلو ديال الحمى 12 الحريفي بكل تواضع. ما كاينش مشاكل، ما كاينش مشاكل، وما كاينش صداع، وما كاينش ما كانش حسد بحال دابا. علاش سماو حد السوالم؟ حد السوالم معروف كانوا الناس شرفاء في الاول. الناس شرفاء؟ ايه. يعني هذه شي قبيله؟ اه قبيله السوالم. اه قبيله السوالم شرفاء. هذا الشيء علاش سماو السوق؟ اه الشيء سماو السوالم. وشكون اللي اسس هذا السوق ما في خباركش؟ واش اسسوا السوق راه الناس الاولين. اه الناس الاولين اللي اسسوا السوق، هو السوق هذا هو راه ماشي سوق قديم، راه كان سوق قديم في اللي قدام قربات 30. يعني حولوه هذا الثاني هذا. اه كان السوق الاول عند لابريكاد. حدا لابريكاد. اي دابا هذا السوق الثاني حولوه. دابا السوق الثاني. اه. يعني اذا حد السوالم كينتمي شي قبيله سوالميه. آه قبيله السوالم. واحد السوالم يعني ناس هما مسالمين، يعني ناس السوالم كانوا ناس كيقول لك اللي دخل المنطقه ديالهم خصو يكون مسلم. يعني مسلم وطالب تسليم. طالب تسليم. دابا هذه هي يعني هذه قبيله سالميه. سالميه يعني مسالمين، ناس مسالمين، ناس يعني قبيله مسالمه يعني. لكن كي دخلتي ليا كيقول لك طلب تسليم. وشكون اللي اسس هذا السوق الا كنتي عارف انت، يعني شكون اللي من مؤسسين هذا السوق هذا؟ واش الجماعه ولا شي شخصيه ولا؟ هي الجماعه، الجماعه هي اللي اسست السوق. هي اللي اسست السوق. وهذا السوق يعني من النهار الاول هنا ولا انه حولوه كان في بلاصه اخرى وتحول؟ كان في بلاصه اخرى، في السوق قديم وحولوه هنايا. فين كان السوق القديم؟ السوق القديم كان هنا ورا الجماعة. ورا الجماعة. ورا الجماعة. دابا حولوه هنايا. حولوه هنايا. تحياتي وشكرا على المعلومات.